لك خفف 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 يا حرق ديبك الطريق بالمرة. ايه بس واقف طف الموتير. صلاح حول معلمي قديش صار للطريق محفر عندنا بالمخيم؟ شي سنة وشوي. أكثر من سنة إلى محفرة؟ تقريباً أكثر أكثر من سنة. كم مرة صرت مصلحه للموتير لهلا؟ أخذك أفرجيك تروح عند المصلح معي. لا خلص لا واصلي واصلي حبيبي يلا اتكل على الله روح شغل. طبعاً الطريق عندنا بالمخيم السنة الماضية كانت محفرة بس عند المدخل، ولكن بعد مرور يوم، بعد أسبوع، بعد كم شهر صارت الطريق سيئة لدرجة إنه ماشي ما فيك تمشي فيها، ولكن هل أنا لحالي شايفها مشكلة؟ خلينا نشوف رأي أهل المخيم. قد صار للطريق عندنا بالمخيم مش مزفتة؟ هاي المنطقة اللي من فوق من عند الملعب لهون مشيت 3 أشهر. صار له زمان كتير. يعني من لما فتحنا هون قلنا نحن شي سنة. طب هلا أنت إذا نعتبر أحد مطالبك زفتوا هاي الطريق؟ إنه أكيد عم تكسر السيارات. عم طول بالشتاء متطرش، ميت مجارير كلها كتر عم بيطوفوا المجارير فيها وهيك. مين المسؤول عن مشكلة التصفيت عندنا بالمخيم؟ أنا بعرف حسب ما عرفت إنه جاي تبرعات لهذا الموضوع، بس مين الجهة المعنية بالضبط ما بعرف. من بعد البحث تبين معي إنه إجى تمويل لتصفيت شوارع مخيم البداوي من اللجنة الفرنسية لتصفيت 6 شوارع، 3 منهم تزفتوا يلي هن شارع جامع زمزم وشارع المقابل لعيادة الأونروا وشارع مستشفى الهلال و3 شوارع لحديت الآن لسه ما انضاروا. خلونا نتوجه هلأ سوا لعند مسؤول اللجنة الشعبية بمخيم البداوي لنستفسر أكثر عن الموضوع ولنعرف مين المسؤول عن حل لهي المشكلة. أستاذ أحمد شو سبب الحفريات اللي صارت عند مدخل المخيم؟ هو سبب إنه المية الشتاء كانت على طول الشارع الطوف والمي حتى اللي بتجي من مدارس التركيب تنزل على المخيم، يعني شكل ضغط كبير على مجارير المخيم. المشروع هلا متابع، يعني في نحن اللجنة الشعبية في الأونروا وفي المهندس اللي هو الخزعلي اسمه، هو عم بيشتغل بالمشروع، هو المسؤول عن المشروع يعني. وهلا عرفنا شو سبب المشكله، والواضح انه في حال وفي مين عم يتابعوا للموضوع، ولكن ليه هلا الارض بعدها محفره؟ تعالوا نكتشف سوا هالموضوع. شو سبب تاخير تصفيه شوارع المخيم لحديت فصل الشتاء؟ كانت البلد مغلقه على مدى شهر ونص، يعني على مدى 6 أسابيع، وهلا بعد ما انتهى الاغلاق كمان في قطع للطرقات، هاي بتعرقلي شوي. طب بحسب الخطه الموضوعه في تاريخ محدد موجود؟ متوقع انه بفتره قريبه يعني ينتهوا من الاعمال، صاروا يعني هن هلا انتهوا من اعمال البنى التحتيه، هلا عم بيعملوا بيشتغلوا بالرصيف. يعني بعد الانتهاء من الرصيف راح تصير تبدا عمليه التزفيت وبينتهي المشروع. يا سلام يا جماعة، تخيلوا بكرة نيجي نبيع الحفايات تعونا كرمال نمشي حافين قال على الزفت الجديدة. وطبعا هون بحب أوجه كلمة بس للأشخاص اللي بتضل تنطنط فوق الحفر بالشتوية، اطمنوا الشتوية قربت تخلص. وكلمة تانية لأصحاب السيارات يلي دايما كل ما يفوتوا على المخيم بتتكسر سياراتهم وبتتطحبش كله من وراء الحفريات اللي عندنا بالمخيم، بس طولوا بالكم شوي لأنه هي الشباب عم يشتغلوا عليه للمشروع، ولكن أنا مني وعلي ما بعرف إذا رح يخلص هاي السنة ولا رح نستنى للسنة الجاي. خلونا نشوف شو رح يصير. سلام.